اسمحوا لي أعرف بمعالي أستاذ الدكتور عصام زعبلاوي، هو رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، أستاذ في الجامعة الأردنية والجامعة الألمانية الأردنية، مستشار في قطاع التعليم العالي، عمل رئيساً للجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في سوريا، وشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن منذ عام 2003 إلى 2005، وكان رئيس لجامعة الشارقة بالإمارات من عام 1999 إلى عام 2003. له اهتمامات عديدة في الهندسة وضبط الجودة في التعليم العالي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر القائمين على هذا الملتقى، أعطونا هذه الفرصة نتحدث إلى الزملاء عن موضوع Engineering Education and the Learning Outcomes and Graduate Attributes. The presentation will cover certain areas. First of all, engineering education is facing many challenges, and at the same time, these challenges are considered as the drivers to enhance the education. We'll talk about the working environment and the trends in the work environment, and then the reforming or reshaping or rethinking of the engineering education. And then from this, we will move to the learning outcomes, the definition, and why we are so much concerned about the learning outcomes. And then there is one scientist developed issues related to the learning outcomes called Bloom's taxonomy. So we'll talk about the Bloom's taxonomy. And there is a big project carried by the Europeans, which is called Tuning Ahello Learning Outcomes Project. We'll give some dimensions to this. Then we'll mention something about the graduate attributes and the issues related to the assessment of the learning outcomes. In fact, there is a number of challenges, and at the same time, these challenges are considered drivers. Challenges, you know, the whole world is moving towards knowledge economy and knowledge society and all these sort of things. And the issue of globalization, taking into consideration that Jordan has signed the GATT agreement, where there is the 13 services in the GATT agreement, one of those services is the education. So we have signed, so we are letting people from outside of this sphere to enter into Jordan. The issues related to... Inshallah. Okay. Yeah, I'm considering those people are engineers and the word... Anyway, التعليم الهندسي بصفة عامة يواجه مجموعة من الصعوبات في نفس الأوقات اللي هي عوامل تحفيز لهذا التعليم. نحكي عن الاقتصاد المعرفي، نحكي عن العولمة، التطور التكنولوجي، الإبداع، وأيضا القضية العمرية والسكانية، ديموغرافيكس. كل هذه الجوانب تشكل تشالنجز، بالاضافه انه مؤسسات التعليم العالي سواء كان بالاردن او بالعالم العربي عندها تشالنجز داخليه بالاضافه الى التشالنجز الخارجيه. لو نظرنا الى سوق العمل ايضا له نظره بهذا الموضوع. يعني مؤسساتنا التعليميه على غير علم باحتياجات سوق العمل. لا نتحدث عن التخصصات، يعني ضمن التخصص الاحتياجات تبع سوق العمل غير واضحة. أيضا the relevance، مواءمة المحتوى التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل. معظم مؤسساتنا ما فيش فيها برامج اللي هي CPD Continuous Professional Development، أيضا هذا الجانب محدود جدا. الجينيريك امبلويمنت سكيلز ايضا مش موجوده ضمن خططنا الدراسيه، ولا يوجد صيغه حقيقيه للتعاون ما بين المؤسسات التعليميه وسوق العمل. اضافه الى ذلك
عملية الإعداد التي يتم قبل الدخول إلى الجامعة كمان ليست بالمستوى المطلوب، ولا يوجد هناك نوع من التوازن ما بين العرض والطلب على الجوانب المختلفة. الواقع بالنظرة إلى بعض الجوانب الترندز أو التوجهات في سوق العمل، اللي بيشتغلوا بالبزنس بقول لك إنه 5 سنوات اللي تعلمه المهندس خلص ما فيش استخدام إله، اللي تعلمه مفروض إنه باستمرار بده يجدد علمه. 60% بقول لك من الأعمال في المستقبل القريب، يعني اللي موجودين حاليا بس بشكله 25% اللي ممكن إنهم يستمروا في عملهم، فبالتالي هناك بحاجة إلى تحديث بشكل دائم ومستمر. اللي بيعرفوه الخريجين أو اللي بيدرسوه بالجامعات بخلال فترة قصيرة سوف يكون متوفر على شبكات الإنترنت، وبالتالي يعني هل هذا هو دور المؤسسات التعليمية؟ مدام هذه المعلومات موجودة على شبكات الإنترنت، يعني فبالتالي اللي ما بيروح على الجامعة واللي ما بيلتحق بمؤسسة أكاديمية يعني ممكن يحصل على هذه المعلومات. هل هذا هو دور هذه المؤسسات أم لها دور آخر؟ أيضاً بسوق العمل وبالإندستريز وبالسيرفيسز، البرودكتس عمالها يعني فترة حياة البرودكت أصبحت فترة قصيرة ومحدودة، وأيضاً أصبحت كل المنتجات تعتمد على الانتجريتد نوليدج وليس على فقط جانب معين. بالإضافة إلى ذلك الكمبيتيشن أصبحت جلوبال كمبيتيشن، يعني بما معنى أنا بحكي لكم مثلاً هلا 20 بليونز اندستري اللي هي كروس بوردر ايديوكيشن، 20 بليونز لكروس بوردر ايديوكيشن، يعني مش ببلدك انت عمال طلاب اردنيين عمالهم مسجلين ببرامج بامريكا مثلا، طلاب ماليزيين مسجلين بالاردن، وبالتالي هذا يعني اصبح الكومبيتيشن، يعني انا كطالب الخيارات تبعتي اصبحت مفتوحه على مستوى العالم. ايضا بما يتعلق بالانجينيرنج ايديوكيشن، للأسف لحد الآن السيستم أبروتش محدود جدا، فبالتالي we have to think to rethink the engineering education. زي ما حكيت الـ continuing education unfortunately جدا جدا محدود، والأبسط يعني أوضح مثال على الـ continuing engineering education عملته فرنسا. طلعوا يعني أنظمة متكاملة وحددوا دور الجامعة ودور المجتمع ودور الحكومة، وربطوا الثلاث أدوار مع بعض حتى يطوروا ما يسمى بـ lifelong learning process. زي ما حكينا إنه الإيكونومي عمال ما في، يعني هلا أصبحت كل المنتجات هي مبنية على المعرفة، فليس فقط الممارسة هي اللي بدأت تطلع المنتجات. في شغلة ظهرت حديثا يمكن بآخر 10 سنوات، وللأسف مؤسساتنا الأكاديمية غير ملاحظة لها، وهو ما يسمى بالcorporate universities. بدأت المؤسسات نفسها، أنا كمؤسسة اتصالات أو مايكروسوفت أعمل جامعتي، أخرج الناس اللي هم بيخدموا شغلي. جون وايلي as a publisher عمل جامعته، بجوز ماكدونالد بكرة يعمل جامعته. ففي حوالي 700 مؤسسة 700 corporate university حاليا موجودة في العالم، وعدد كبير منها تفاجأ أنه موجود بالصين. فالكوربوريت يونيفرسيتيز هذا بدأت تكبر وعمالها تلقى، يعني احنا كثير مثلا من خريجين الكمبيوتر ساينس هو بيشتغل مش بشهادة الكمبيوتر ساينس، بيشتغل بالسيرتيفيكتس اللي اخذها من اوراكل وغير اوراكل، هي هذه اللي عمالها بتشغله. فبدأت المؤسسات تطور هذه المنظومة واصبحت على شكل جامعة. كل هذه الملاحظات التي ذكرت سابقا تدعونا الى التفكير، إعادة التفكير بالتعليم الهندسي، وبالدرجة الأولى أن نعيد مفهوم ودور ورسالة الجامعة. رسالة الجامعة بما يتعلق بالبرامج، بما يتعلق بالteaching and learning environment، حتى يعني منح الدرجات، احنا بحاجة إلى إعادة النظر بآلية منح الدرجات وعملية صنع القرار داخل مؤسسات التعليم العالي. التعليم ومن ضمنه التعليم الهندسي كان فيه له 3 pillars،
اللي هلا كل رؤساء الجامعات ووزراء التعليم العالي بيحكوا عنهم، اللي هو التيتشينج والريسيرش والسيرفيس، اللي احنا بتعليم وبحث علمي وخدمه مجتمع. الواقع انه البيلرز هذه بحاجه الى انها تموف تو انذر دومين، ننقلها الى عالم اخر غير هذا العالم. انتقلنا من التيتشينج الى ليرنينج بروسيس، انتقلنا من الريسيرش تاورز الانوفيشن، وانتقلنا من السيرفيسز تاورز شيرد ليدرشيب. فهذا هو التوجه الجديد في على مستوى الجامعات في العالم. الجامعات اللي هي دولها عمالها بتساعدها انها تكون بالمجموعه الاولى على مستوى العالم. وبدا الناس يفكروا انه القيمه هي ليست باللي عنده ناتشرال ريسورسز، اللي عنده نوليدج. ذا نوليدج از ذا سترينث. اذا انت عندك نوليدج، يعني مثال بسيط بذكره كثير مرات، انه اللي بيطلع كيلو بذور البندورة، حبة البذور هذا أغلى من الذهب. This is technology. This is knowledge. هذا this is the knowledge اللي هي بتعيش المجتمع برفاهية وبرخاء. الواقع these issues related to reforming. We have to rethink the role of the instructor. عضو هيئة التدريس اللي هو للأسف كثير من زملائنا they think of themselves they are untouchable. وللأسف إنه هذا الشعور موجود. إحنا عندنا 10,000 عضو هيئة تدريس بالأردن بمختلف التخصصات. They have to rethink their role. بدهم يعيدوا النظر بدورهم، سواء كان على مستوى القسم والكلية والجامعة ومراكز البحث العلمي. بدهم يعيدوا النظر توتالي بدورهم. لسه ما زالوا يعتقدوا أنهم هم مصدر المعرفة. النظرة هذه obsolete. فالنظره هذه انه هو يعني what they call it instructor centered higher education no longer acceptable. ما حدش بيقبل. الطالب لن يرضى ان يكون في in the receiving side. الطالب is interactive. دوره تغير، مفهومه تغير، طريقه تعامله مع المعطيات. ما في طالب اليوم عنده استعداد يقعد يسمعني احاضر عليه ساعه ونص، اعصابه ما بتتحمل. هذا ولد بعصر الفيديو جيمز، ولد بعصر الانترنت والكوميونيكيشنز. ما عنده يضل قاعد في كرسيه. حتى احنا الكلاس روم تبعتنا شكلها بحاجه الى تغيير. وعضو هيئه التدريس مفروض يفهم الدور هذا، انه دوره تغير. هو هيز فاسيليتيتر، هو سينثيزاير، هو ما هو مصدر للمعلومات. ف وي هاف تو موف فروم ذا كونسبت of the instructor-centered learning إلى student-centered learning. هذا هو وأيضاً الـ student-centered learning اللي موجود اللي بين إيدينا مصادر معرفته وتواصله متعددة، سواء داخل غرفة الدرس، خارج غرفة الدرس، في أوقات الحصة، بخارج أوقات الحصة. فدوره مختلف وآليته مختلف، وهذا يضع عبء كبير على الطالب. يعني صحيح انه ينظر البعض انه ميزه، لا، هو في نفس الوقت هو ميزه لكنه عبء كبير على الطالب. ايضا with we talk about engineering education or other types of education, we have to move from the passive type of education into the active mode. يعني بابا الطالب مش انه قاعد والله هو عمال يتلقى يتلقى يتلقى. This is the passive mode. وبالتالي حتى لما يتلقى مش عماله يقدر يطور المعلومه اللي بتلقاها. He has to move to another domain. He's part of the process. So we will move to the active domain. And concerning the teaching and the learning process, we used to talk about the teaching inputs into the process. Now we move to the educational outcomes. This is the issue. احنا كنا نركز بكثير في جامعاتنا على معدل القبول ومش عارف ايش وعلى جهده وكذا، ولا نلقي اي اهتمام للمخرجات. يعني هذا الطالب بس تخرج من كلية الهندسة، ما هي امكانياته؟ شو بيقدر يعمل؟ فانا بعتقد انه التركيز الان على الeducational outcomes. حتى يعني حاليا بعض الجامعات تخطط شوية هذه المرحلة وبدوا يحكوا عن
graduate attributes اللي هي a higher stage from the learning outcomes. فاليونسكو طلعوا كتاب اسمه Learning is the treasure within, التعلم ذلك الكنز المكنون, هذا الترجمة العربية. وقالوا إحنا نتعلم من أجل أربع أهداف. أول شيء نتعلم لنكون, نتعلم لنعرف, نتعلم لنعمل, نتعلم لنعيش في ضمن دائرتنا الضيقة والدائرة الكبيرة. هذول الفور pillars of learning. أي برنامج في الجامعة بغض النظر عن الكلية يجب أن يأخذ البيلرز هاي الأربعة ويضعها ضمن سياق عمله. فبالتالي ليش الجامعات كلياتها أصبحت تتوجه ناحية learning outcomes وبدوا بدهم يعرفوها what are the learning outcomes. learning outcomes ولا it's a description of what the learner should know. جامعات تانية قالت لك this is not enough, should understand and should be able to do. يعني يجب انه يكون بيعرف وعنده تمكن منها, يجب انه يكون عنده القدرة على العمل وايضا القدرة على اظهار هذه القدرة. يعني انا بقول انا I'm able to do this and that, I have to demonstrate this. It's a demonstration, knowledge, know-how and able to do. الواقع في الجامعات الأوروبية يعني استخدموا الديفينيشن اللي موجود فيها على هذا السلايد. Learning outcomes are statements of what a student should know, understand and or able to demonstrate after completion of a process of learning. The process of learning is so huge. It's not just only the lecture. أنا لما أروح على الكافتيريا في الجامعة الأردنية it's a part of my learning process. لما حتى أروح أكل في الجامعة it's a part of my learning process. وبعدين قال لك the learning outcomes should be, أول شيء هذولا أنا بقدر إني أنا أقيسهم. I need to do an assessment. Learning outcomes. Learning outcomes مش wish list أحطها أنا. Learning outcomes أصبحت هذه لغة مشتركة ما بين الخريجين من الجامعات المختلفة. أنا لما بعرف learning outcomes تبع طالب بجامعة العلوم والتكنولوجيا وبطلع على جامعة ستانفورد فهذول بدوا يحكوا باللرنينج اوتكمز نفس اللغه, فبالتالي عندي امكانيه اني اقارن ما بين المخرجات من جهه وجهه ثانيه. وسواء كان هذا لبرامج التعليم المستمر او الريجولر بروجرامز او اللونج لايف لونج ليرنينج بروجرامز, الكثير من الجامعات للاسف بيخلطوا ما بين الايمز اوبجكتيفز اند ذا ليرنينج اوتكمز. الايمز اند اوبجكتيفز هذول لهم علاقه بالمؤسسه, بالكوليج ولا بالديبارتمنت, واتس ار ذا انتنشنز اوف ذا فاكولتي ممبر تو جيف تو ذا ستودنتس. فبقول لك انه انا والله بدي اخرج طالب انه يستطيع ان يعمل في سوق العمل ويستطيع انه يتابع دراساته العليا ويستطيع ان يشتغل في مركز بحث علمي, هذه الانتنشنز تبعتي انا كانستراكتور كديبارتمنت ككوليج كيونيفرسيتي. لكن الليرنينج اوتكمز يعني مثلا هذه سيفل انجينيرينج بروجرام 1 اوف ذا يونيفرسيتيز حط الاوبجكتيف تبعته تكنيكال بروفيشنسي بروفيشنال جروث اند مانجمنت سكيلز. احنا وات وي هاف دان الليرنينج اوتكمز اتس ان ذا اذر سايد اوف ذا ايكويشن, اتس ذا ان ذا سايد اوف ذا ستودنت, اتس نوت اون ذا سايد اوف ذا ديبارتمنت اور ذا كوليدج اور ذا يونيفرسيتي. سو ذيس شود بي First of all, simple learning outcomes. That could statement سبعتها simple. أيضا transparent. سواء على مستوى القسم ولا الكلية ولا الجامعة ولا حتى لخارجين عن هذا الإطار. فبنلاحظ إنه الجامعات أخذت objectives وال learning outcomes وعملت إنه this learning outcome will serve the following objective. فعملت mapping ما بين الـ learning outcomes والـ objective. وقالت مثلاً إنه والله for technical proficiency أول learning outcome will help into that. Even some universities are more dedicated. They give percentage to each, okay, to each learning outcomes to those objectives. الـ learning outcomes are extremely important for everybody, for the students, for the faculty member,
for the institution, for the employer, for the legislator, for the agencies like النقابة, فكل هذه الجهات, كل stakeholders المعنيين بالتعليم الهندسي, learning outcomes بالنسبة لهم مهمة. أول شيء أنا بدي أحكي عن حالي كطالب, يعني لما أنا بعرف learning outcomes, فبالتالي يعني بدأت بعض زملائنا الأوثرز للتكست بوكس يحط في بداية كل chapter على مستوى chapter in a book, ليس الكتاب كله, a chapter of a book. By completing this chapter the students will be able to, حددت إنه هذا الشابتر أصغر unit. حتى في بعض الجامعات قال لك المحاضرة يحدد لها learning outcomes وليس فقط كل شو اسمه. ففي عندي learning outcomes, عندي sub learning outcomes at the different levels. فبنحكي على بدأت الكتب تطلع بها الصيغة هذه, والعديد حاليا من كتب التعليم الهندسي بتغطي هذا الجانب. فبالتالي أنا كطالب at the end of this lecture or at the end of completing a unit in a book بقدر أعمل assessment لنفسي إنه هال learning outcomes هذه اللي أنا مطلوب أن أنا أعرفها, هل أنا تمكنت منها ولا لا؟ فيا إما the delivery process ما كانتش بالمستوى المطلوب حتى إني أنا أتوصل إلى هذه المعلومات ولا لا, فبالتالي أنا إلها it's important to the instructor. You have to modify your teaching learning process. يا إما التكست بوك اللي أنا موجود بين إيدي مش proper لتحقيق هالليرنينج أوتكم هذا. فبالتالي بتساعد الطالب إنه يعمل continuous assessment لنفسه, بتساعد عضو هيئة التدريس يشوف إنه والله هالليرنينج أوتكمز اللي كانت الديبارتمنت تبعه والبروجرام تبعه بده يحققها عمالها بتتحقق ولا لا. أيضا لما بنحط الليرنينج أوتكمز للكورسز وللكريكولم تخلق نوع من الانتجريشن. أنا في عندي مجموعة learning outcomes بدي أحققها for the program, وعندي learning outcomes بدي أحققها للموديول, وعندي learning outcomes بدي أحددها أحققها للكورس. فلما أنا بكتب هدولة بدي يكون في some sort of streamlining إنهم يمشوا مع بعضهم حتى يحد بالآخر يطلع learning outcomes تبع البروغرام كاملا. وأيضا learning outcomes تبع البروغرام بدها تروح to the university graduate attributes. ففي streaming of all these issues together. ال learning outcomes لازم يكون لها structure حتى إنها توضع. فأيضا يعني عملية تطوير الكريكولم اللي بتتم عند أعضاء التدريس على أي أساس؟ يعني حاليا للأسف بتقول والله أنا بدي أعمل خطة جديدة لقسم الهندسة الكهربائية, كل عضو هاي التدريس بأخذ له أكم من كورس, بكتب السيلبس وبعطيه لنشو اسمه. هلأ لما أنا كعضو هاي التدريس عارف الليرنينج أوتكمز, فطريقة كتابتي للكريكولم وللسيلبس it will be different. I want to make sure إنه اللي أنا حطيته بده يحقق. فبالتالي طريقة الإعداد للكريكولم وطريقة متابعة الكريكولم والأسسمنت إلها بتكون مختلفة بشكل كبير. كمان الموبيليتي اوف ذا ستودنتس, لا خاصه الاوروبيين كثير مركزين على قضيه الموبيليتي ستودنتس. يعني احنا مثلا عندنا طلاب الجامعه الالمانيه, طلاب الجامعه الالمانيه بيروحوا على المانيا بيقضوا سنه. هلا لما يحس حاله هو انه يعني اذا كان الليرنينج اوتكمز تبع البروجرامز اللي اخذها عمالها بيقدر يستخدمها ولا ما بيقدرش يستخدمها. فبالتالي اصبحت الليرنينج اوتكمز هذه it's a common language between universities. يعني شغلة بسيطة, هلا في بعض الدول في الاتحاد الأوروبي طلعوا إشي اسمه diploma supplement. ما بعرف إذا كان في حد aware of the diploma supplement. أنا كخريج من جامعة صرت بعطي authority للشركة اللي بدها توظفني for employability إنها تطلع على الريكورد تبعي بالجامعة. بعطيهم الباسورد تبعتي, يفوتوا على الريكورد تبعي في الجامعه, بيطلبوش مني هلا ريكومنديشن ليترز, بدخلوا على الملف تبعي في الجامعه بيشوفوا كل نشاطي من يوم ما دخلت ليوم ما تخرجت. كل اللي بسموها هاي الدبلوما سبليمنت فيها كل حياتي من يوم ما دخلت الجامعه ليوم ما تخرجت من الجامعه, وبناء عليها هذه هاي اللي بتخلق الامبلويبيليتي.
ما فيش إنه والله فلان ضدي وفلان معي وفلان هذا ابن عمي وفلان هذا أخوي، لا، صار هو بيدخل على ملفي في الجامعة وبشوف كل الكارير تبعه. بطلبش مني هلا ريكومنديشن لاتس، بطلبش مني أوراق، بطلبش مني شهادة، بعطي له بس الباسورد فور، وفي فورمات من أجل ذلك إنه هو فور إمبلويبيليتي، ما بيقدرش الشركة تستخدمه لأي غرض آخر. أيضا بدأت الجامعات تعتبره إنه الليرنينج أوتكمز إتس أن أكريديتيشن ريكوايرمنت، وأصبحوا يعتبروا يستعملوه في البنش ماركينج ما بين يقارنوا ما بين الجامعات، وأيضا إنه تو أورجنايز يعني للطالب ولا شو اسمه. أول واحد فكر بتطوير الليرنينج أوتكمز هو بلوم، وهي ايدنتيفايد 3 areas. It's called the cognitive, the affective, and the psychomotor. اللي واحد متعلق بالمعلومات وال يعني information and think أو knowledge and thinking، الثاني اللي متعلق بالattitude والعاطفة ومش عارف إيش، والثالث بالdoing والحركة. فوضع لهدول لكل واحد من هالدومينز هدول سماهم 3 domains related to the learning process، وكيف يعني راحوا للجانب الذهني والجانب العاطفي والجانب الجسدي، وحطوا المجموعة كلياتها في مجموعة واحدة سموها بلومز تاكسونومي، اللي هي بلومز تاكسونومي يعني classification to the learning process. هلا هدول طلعوهم وبعدين حطوا دايمنشن رابع اللي هو interpersonal domain، فصار في 4 domains اللي هي له علاقة بالجانب الشخصي. وبعض الجامعات يعني هذه جامعة مثلا من ماليزيا وضع يعني Bloom's Taxonomy in Engineering Education، فبدأت الجامعات، وإحنا نتمنى إنه جامعة من جامعاتنا الأردنية تأخذ هالBloom's Taxonomy وتعمل له reflection على خططها وعلى برامجها. إجوا أول شيء على الكوجنيتيف بارت اللي هو نوليدج أند ثينكينج، وبعدين قالوا لنا إنه هذا يتدرج من أول ما تدخل لغاية ما بدك تيجي تتخرج، وفي 6 ليفلز. الليفل الأولاني النوليدج، الليفل الثاني الكومبريهنشن، أبليكيشن أناليسيس، سينثيسيس أند إيفالويشن. وحطوا يعني what does it mean كل واحد منهم، فقال لك النوليدج ابيليتي بده انه يتذكر ويرد يعيد يحكي ديفاين واتس اومز لو، يعني فبده يعمل له ديفينيشن. هلا الجزء الثاني اللي هو كومبريهنشن بده يفهمه وبده يتعامل معه وبده يطبقه الى حد ما. بالجزء الثالث الاناليسز، الواقع انه جامعاتنا احنا بصفه عامه كويسه بالاناليسز، لكن مفهومها للاناليسز محدود. الاناليسز it's a very wide subject. الاناليسز في استراتيجيز وفي في بدك تعمل انفستيجيشنز حتى انك تدو اناليسز، وبعدين السينثيسز انك تركب الاشياء مع بعضها. ففي الدايجرام هذا احنا نتمنى انه كل الوقت اوكي الواقع شوف انا بس احب احكي البرزنتيشن هذه يمكن 94 سلايد، فانا اللي بقول انه كويس انه كل واحد ياخذها ليتر اون ويقدر اذا بيقدر يستفيد منها قدر الاستفاده. انا in 5 minutes I will finish لانه انا عارف انه I am running الاهم يعني هذا الدايجرام. This diagram is what they call it wheel based on Bloom's taxonomy. In the writing process of the learning outcomes, you have to have an action and you have to set of particular verbs. يعني كلمة مثلاً to be aware of مرفوضة، لا يعتبروها إنه هذه it's a learning outcomes. Students to be aware of شو يعني how to measure aware of. فكلمة كلمة مرفوضة، فحطوا set of verbs تعني البروسيس فالبروسيس الاولاني النوليدج انفورميشن جاذرينج، وحطوا لها سيت اوف اكتيفيتيز اند سيت اوف فيربس. لكل اكتيفيتي حط بلومز سيت اوف فيربس اللي هي يجب ان تستخدم في كتابه الليرنينج اوتكمز. المجموعه الثانيه الدومين الثاني اللي هو الافكتيف دومين اللي له علاقه
بالاتيتيود وبالعاطفه وبالانفعال، فبرضه قسموه الى 6 ليفلز. احنا عندنا مشكله انه عضو هيئه التدريس يستطيع تو ريسيف هيز كوليج، ما عندوش استعداد يتعامل مع زميله. عندنا مشكله، طالب ما عندوش استعداد يتعامل مع زميله. ف this is an important element in the Bloom's taxonomy, like receiving, responding, valuing, organization and characterization. وبرضو هدول يعني the lowest level is the receiving and the highest level is characterization. It becomes as a part of the person when he is characterized as. Here the definition of each component of those. The third examples. هاي set of verbs اللي هي مفروض تستخدم لكل activity من هالتكسونومي هذا. يعني الجانب الثالث اللي هو psychomotor اللي هو هذا this is the doing. برضو كمان هذا حطوا له 6 levels: middle perception, settle, guide, response, mechanism, complex, over response, adaptation and organization. هذه برضو ranked. يعني الطالب أول ما يدخل بده يكون عنده ال perception، وبعدين لما بوصل بعند مرحلة التخرج بصير it's a part of his values, organization and so on. وحطوا أيضا كمان ال definition. أول شيء imitate، بقول له imitate يعني خذ شغلة اعمل زيها بس بدون تفكير اعمل زيها. المرحلة الثانية بقول له manipulate، أخذتها ده حاول دخل شوية من فهمك من معرفتك and so on. Naturalization, which is the highest, هنا it's become is part of your nature, which is too sophisticated. وهي ال set of verbs. ال dimension الجديد اللي مش شغل Bloom's اللي هو ال interpersonalization. يا أخي أنا يعني بعض نقعد مع المهندسين بنهاية الجلسة he cannot summarize اللي إحنا حكينا فيه. ما بيقدرش يعمل سمري، بيقدرش يعمل نوتس عن اللي احنا كنا جالسين نحكي فيه. ف this is an a skill and attribute and attitude should be you know mastered by the disagree. حتى انا لو انا بدي اختلف مفروض يكون عندي آلية للاختلاف. حتى لو انا بدي اطلع يعني بشتغل مع ضمن فريق بدي اطلع واحد من الفريق او ادخل واحد للفريق، بدي يكون في عندي آلية واضحة ليش أنا طلعته وليش أنا دخلت واحد. أيضا يعني إذا أنا بدي أعمل سبورت لواحد ليش أنا بدي أعمله سبورت، آلية السبورت مش لأنه ابن عمي مش لأنه من قريتي، بدي أعمل سبورت. أيضا if I want to propose something بدي يكون في عندي آلية لطرح هذه الجوانب. أنا بحكي عن الانتربيرسونال بين واحد والتالي. وأيضا يعني seeking إذا أنا بدي معلومات أو من جهة تانية. ف هذه بتعمل سمرزه البروسيسز هذه كلياتها والمطالب هذه كلياتها خلت الاوروبيين يفكروا بوضع مانيوالز لهالبروسيس هذه، وعملوا بروجكت اسمه دي تيونينج بروجكت، وبالتعاون مع اللي هي الاورجنايزيشن ايكونوميك اورجنايزيشن فور ايكونوميك كوبريشن ديفلوبمنت السي اي الاو اي سي دي. هذه منظمه محترمه عالميا بتطلع تقارير عن الاقتصاد وعن التعليم، وتقاريرها محترمة عالميا. فهذول الجهتين طلعوا مانيوال هي قال لك a tuning a hello computational conceptual framework for expected desired learning outcomes in engineering. هذه ليست عامة، طوروها للهندسة في أوروبا. أنا بدي أشكركم. أنا كان الواقع إنه أنا كنت أتمنى على زملائي انه يعملوها يحولوها من برزنتيشن الى وركشوب. هذه لانها بدها يوم كامل ان تكون وركشوب. وشكرا لا الدكتور بحكي الدكتور عبيدات بقول لك اين نحن. ها الدكتور عبيدات بيقول لك احنا اين نحن. وانا شاكر لكم.